Good morning. Good morning. Bonjour. كيفك؟ سبا. خبرني نحن وين؟ شو هالمناظر اللي بتعقد؟ نحن هلا انتوا هلا بمستنقعات عميق. مستنقعات عميق وحدة من آخر المستنقعات من الأراضي الرطبة الموجودة بعدها بلبنان. مساحتها حوالي 1,800,000 متر مربع. هي منطقة من أهم المناطق بالتنوع البيولوجي بالشرق الأوسط. وحدة من أهم المناطق كمان لحركة الطيور بالشرق الأوسط. مصنفة ضمن اتفاقية رامسار كموقع من المواقع المهمة دوليا والواجب حمايتها دوليا. وأهميتها كمان أن أراضي رطبة بتنبع ينابيعها من قلبها، ما بتتغذى من مياه خارجية، فهي الوحيدة بلبنان اللي بمساحة الأراضي الرطبة اللي بتتغذى من ينابيع داخلية من قلبها. كيف بتصير أرض ويتلاند؟ كيف بتصير الأرض ويتلاند؟ إذا بنجي للارتفاع، نحن على ارتفاع 865 متر عن سطح البحر. مستنقعات عميق هي من النقاط المنخفضة بين منطقة البقاع الأوسط والبقاع الغربي. من هذا اللي بيجعلها تكون نقطة للمياه اللي بتصرف من المنطقتين وبتعبي فيها لهي المنطقة، فبتجعلها تكون رطبة. وأهميتها للأراضي الرطبة إضافة للي حكيناه لمستنقعات عميق، إنها هي بتكون مثل إبونج، مثل سفنجة، بتغذي هالمي اللي عادة بفترات الشتاء بتروح صوب الأنهر وبتروح صوب البحر وما بنقدر نستفيد منها. الأرض بتتغذى فيها لترجع من بعدها كمان، إذا عم نحكي زراعيا ولا على صعيد الثروة المائية، ترجع تغذي المياه الجوفية اللي نحن بنكون عم نستهلك منها خلال فصل الزراعة أو في فصول الري. يعني اليوم بيقولوا بور بيروت هو مدخل لبنان إذا بدك على الشرق الأوسط، فينا نقول اليوم إنه عميق هي مدخل كل شيء طيور وكل شيء حيوانات على كل المنطقة، لأن بيجوا بيوقفوا بياخذوا بريك هون. أول شيء عميق هي مدخل بقاع الغربي، هي الضيعة اللي بتفصل بقاع الأوسط عن بقاع الغربي. تاني شغلة أكيد هي المدخل، لأنه هي بتوقع على نقطة الارتكاز لحركة الطيور بالشرق الأوسط، وبتوقع على تاني أهم خط لحركة الطيور بالعالم، فهي بتوقع على الخط اللي بين أفريقيا وأوروبا الشرقية. بآخر الشتاء بنشهد لحركة الطيور من أفريقيا صوب أوروبا الشرقية، وهلأ بهيدا الوقت اللي نحنا فيه من هلأ بلشت على الخفيف، بس بعد شي جمعة 10 أيام بتكتر أكتر، بتبلش بالحركة المعاكسة، لأنه بنبلش بفصل الشتاء وحيبلش يغير الطقس للشتاء. كم نوع حيوانات بيقطع من هون وقديش مهمة للبنان ولا الإيكو سيستم لبنان؟ مثل ما حكينا هي الأغنى بيئيا بالتنوع البيولوجي بلبنان. إذا جينا على صعيد النباتات، عنا عم نحكي على اللي نعمل لهم تحديد وكلاسيفيكيشن، عنا 122 نوع نبات موجود بمستنقعات عميق. عنا صعيد الطيور، عنا كمان معمول ايدنتيفيكيشن ل 252 نوع من الطيور. عنا أعداد كبيرة من الريبتايلز، عنا الماميفير، عنا الدراغون فلايز، عندنا مئات الأنواع من الطيور والحيوانات غيرها كمان. بعد ما تعرفت على اسمك؟ عبد الله حنا، أنا جنرال مانجر لسكاف استيت، اللي هن الأونر لمستنقعات عميق وللأراضي الزراعية كلها بعميق. يلا رح نعمل برمي سوا، هلا بنرجع لبعضنا بعد شوي. أكيد. وعي الساعة 4، تركت البيت ساعة 5، وصلنا لهون ساعة 6 إلى ربع، وأصريت أنه فرجيكم هيدي المنطقة مش ساعة 10 ولا ساعة 12 ساعة بتكون الشمس ضربتها من فوق، فرجيكم الشمس كيف بتوع الحيوانات كيف بتقوم، تبخر المي اللي عم بيصير على كل الأرض شي روعة، وما بعتقد حدا قبل شايف وما بعتقد حدا مصور بهيدي الطريقة. رح نقضي سوا ساعة مع عبدالله مع مارك، رح نبرم برمي هون، رح تشوفوا قديش مهمة هالمنطقة. وبعدة محلات بعتقد رح تسألوا حالكم معقول نحن بلبنان؟ ايه نحن بلبنان. منبلش نتمشى ومنخلي الشمس تطلع علينا وننبسط وهيك. يلا انجوي انجوي the views، انجوي الرواق، المي اللي عم تتبخر بالاخر، البخار، الالوان، شي خوي. نحن
نحن عم نتمشى خبرني شوي عن تاريخ هيدي الأرض، كيف بلشت، كيف اجت، كيف اكتشفت، تغيرت مع مع الزمن أو لا مثل ما هي، زاد فيها شجر، انزرع في شيء، خبرنا عن الأرض إذا بدك مع تاريخها. أكيد أكيد تاريخيا صار في كتير تغيرات فيها للمنطقة. إذا بنجي بنقرأ تاريخيا شو كيف شو صار بالمنطقة، تاريخياً كانت المستنقعات بتغطي أغلبية ضياع البقاع ومناطق البقاع، فكانت بتمتد من عميق لمنطقة كفر زبد لمنطقة عنجر، يعني كانت هاي المنطقة كلها مناطق ويتلاند. اللي صار نظراً للانتشار المدني والعمار والاستصلاح الأراضي بلشت، والتأكيد التغيرات المناخية بلشت تصغر هذه المساحات، فاللي بقيت المساحة الكبيرة اللي هي بعميق مستنقعات عميق، والبارت اللي بقيت تاني ميل هي اللي معروفة حالياً بحمى كفر زبد. كنا حكينا انه التغير المناخي من الأهمية كمان الكبيرة لوجود الويتلاند هي اللي بتأثر على عدم التغيير المناخ بالشكل اللي عم نشهده. فهي مثل ما شفت هلا كنت عم تحكي عن تبخر الماء وشفت هالعبوق اللي فوق المستنقعات، فهيدي احدى القصص كمان اللي بتساعد لحتى ما يتغير المناخ مثل ما عم يتغير بكتير مناطق بلبنان وبالعالم كمان. هلا من البروجيات اللي اشتغلناها لنحافظ عليها للويتلاند، لانه اذا بنجي عالميا على صعيد العالم تفرجيهم بس هيدي الارما، تفرجيهم للعالم انه فيكم تجوا تتمشوا تبرموا ان كان على البسيكلات او مشي. مليونين و 800,000 متر مربع، واحد بيقدر يجي قضي نهار. اكيد طيب. هلا كتريل وكاكتيفيتيز، التريل مطرح ما نحن هلا هيدا فلات على المستنقع، هيدا طوله 5.5 كيلومتر، بينمشى قادر تعمله هايكينج او بايكينج، قادر من 3 سنين 4 سنين اولاد للكبار بالعمر قادرين يعملوها، بينبرم كله منه هين كتير. هلا عندنا اكثر من ليفل للتريلز، عندنا تريل غيره اللي هو اكثر شيء بينمشى من الشباب والصبايا، ببلش من الضيعة العتيقة بعميق، بيخترق غابة الشوح والارز، بكفي على غابات السنديان والصنوبر، وبينزل كمان على الويتلاند، ومن الويتلاند بينتقل لحوش عميق اللي هو مزرعة خيل وفي وز وفي بط كمان هونيك. هيدا التريل هو حوالي 10 كيلومتر وبده تقريبا 3 ساعات، اكيد 3 ساعات 3 ساعات وربع مع التصوير ومع غير قصص كمان. هيدا فرجيون عن شو كنا عم هلا نحن ما لنا بالبيرفكت تايم لانه بلشت المي تنزل، بس اذا فيك تاخذ هودي الطيور هاو المبينين، هيدا الجريت كريستد جريب، هيدا من الطيور اللي ما كانت تجي، كانت خفيفه كثير حركتها على لبنان. هيدا صار له 3 سنين من بعد ما عملنا بروجيه هلا بنحكي عنه شوي، صار له 3 سنين عم بيعمل، صار بريدنج بلبنان، مش بلبنان، عم بيعمل بريدنج بعميق بالاحرى. هلا بنحكي عن البروجيه اللي عملناه لنحافظ على الجرين كفر اللي شايفينه، لنحافظ على المي لهيدا الوقت، بلس لنحافظ على الطيور الموجوده ونخليها تتكاثر وتعمل بريدنج بقلب عميق. صرت تحكوا عن أرض هالقد غنية، صرت تحكوا عن أرض هالقد مهمة، صرت نحكي عن هالقد كمية طيور وأكيد كمية شجر وبلانس وغيرهم، مين لازم يكون معنا؟ أكيد 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 لازم يكون معنا مارك. فاليوم مارك رح يخبرنا شوي عن، يعني بل أنا عم بمشي وعم بتطلع على المناظر، هو عم بتطلع عم بيقول لي ليك هون ليك هون ليك هون. جود مورنينج عن جديد. هلو سافا مارك، قلت لي ضروري نجي لهون لانه غنى بشكل مش معقول. يعني مثل ما كان عبد الله عم بقول، يعني لازم نعرف نحن هلا بويتلاند بمستنقع بلبنان، نحن عندنا كثير غابات سنديان وارز بس ما عندنا كثير مستنقعات. هيك هيدا الشيء اللي عم نشوفه هلا بعد شوي بنحكي عنه، عنده اهميه عالميه خياليه. يعني نحن من دون مستنقعات ما عندنا بقى ايكو سيستمز، ما عندنا غابات. المستنقعات هن كمان مثلا بيساعدوا انه المي تتطهر وين ما كان، بيساعدوا وين ما كان انه ما يصير في اوقات كمان فيضانات، لانه هن بيقدروا يمتصوا مي كتير لتحت. عنده اهميه على
مية الناس بتعيش منها بيكنيكس وفي كتير أساس، بس أهم شيء نحن اليوم للبيودايفرسيتي اللي كان عم بيقولها. يعني هلا أنا رح بلش فرجيك نوعين هن ما لهم علاقة بالمستنقع، بس بما إنه هون فتحين طريق طلعوا فأنا هيك بنتعلم منهم بعدين بنشوف شو هو المستنقع. سو أول شغلة هي هالبلانت، ليك شو حلوة. هلا هيد للكوزين تبع، يعني أوكي إذا بنجي نطلع هالبلانت بتشوف إنه بتعلق على تيابنا. يعني شوف أنتوني هيك، هلا أنت خلينا أنا أوكي علقوا. فتخيل انه في عالم، ليش تيبي ما بعلقه؟ معقول كويته غير شيء؟ مش الحال. فتخيل انه بهيدا البلانت في زلمة بسويسرا كان بتصور اسمه جورج دوميسترال، طلع هالبلانت شافها عن قريب انه فيها كروشيه واخترع الفيلكرو اللي هو شلكشلاك من هالبلانت. فنشوف قديه فيها نتعلم. بس اللي طلع بالنا نشاركه انا وياك البتاي كان نعملها احنا صغار. صح هيدي اللي كريم بدك تركز معنا، كنا قلبنا هيدي اوكي، هيدي بتنفجر، هيدي بتنفجر. شوف فرجينا بلا منطر تبعته لهونيك طارق، لهونيك. خلينا نشوف هذا ثاني، حط هون قرب كريم معنا. يلا الي لما ردي ردي طلعوا كل بعد وحدة هون ليش كلهم مستويين. شو في بقلبه؟ في ماي ليكويد؟ شو بي يس هيدي اوفات النباتات هدفهم انه هن يكبوا بذراتهم ابعد شيء ممكن عنهم هن. شو اسمهم؟ هلا هيدي اللي هون اسمها اكباليوم الاتيريوم، بسموها بالعربي مقت الحمار او خيار الحمار او خيار البغل، كل ضايعه بتسميها شيء. هدفها تكب بذراتها بعيد، هيدي طريقتها. يعني المي بتخليها تقذف البذر بعيد عنها تما تنافس ولادها على زيت المطرح. سقط حدا بيدعسها او وحده؟ هلا لما مندق فيها عاده، اذا استويت كثير على الاخر كمان بتصير هيك، يمكن اذا نزلت اوقات مي عليها وهي مستويه كمان بتصير هيك. بس نحن اليوم مش لنشوف هون نباتات، نحن نشوف هول النباتات وهيدا الايكو سيستم وهيدا البيودايفرسيتي. نرجع نحكي عنهم. انا عندي سؤالين قبل ما نكفي. بينزرع هون مثلا رز لانه في كثير مي؟ الرز هلا عاده هي المستنقعات، مش لانه في مي، المستنقعات هي كانتاجيه بالعالم تعتبر من اكثر المناطق انتاجيه بالعالم. لانه اذا اعطينا اكزامبل على الرز، هي بتشكل تقريبيا الغذاء الرئيسي لاكثر من نص سكان الكره الارضيه المستنقعات. هلا عندنا هون بعد ما نعمل رز، لانه بفتره يعني تقريبيا المصنعات، هلا بنحكي عنها شوي كيف هي، كيف ميتها، كيف بتجي، وشو عملنا لنحافظ على المي لمده طويله. فالمصنعات عاده ينابيع حكينا بتنبع من قلبها، وعاده كانت تروح بريفير كبيره وتفل على الليطاني، تتلوث مع ميه الليطاني وترجع تتلوث للاسف مع على بحيره الارعون وتصير مع المياه الملوثه. فوقت عملنا اسسمنت للمنطقه لقينا انه الويتلاند صارت عم تنشف بكير، يعني بتوصل بحزيران بنص حزيران كانت تنشف، وبالتالي هالبيوديفيرسيتي عم تخف، هالجرين كفر عم بيبس، هالطيور ما عم تعود موجوده. فاللي عملنا هيدا التريل اللي هلا عم ماشيين عليه، هذا شبه براج عملناه لنحصر المي لنخزن اكبر كميه ممكنه منها لحتى نطول اكثر ما فينا، اكثر مده فينا بهيدي المي اللي شايفينها هلا، ليضل هالجرين كفر، ليضل بيوديفيرسيتي، وليضلوا هالطيور موجودين يعملوا بريدنج مثل ما شفنا الطير اللي حكينا عنه واعداد كبيره يغيروا. فحاليا التارجت الاساسي انه طولنا المده تبع المي تكون موجوده، دجا عملناها. هلا ممكن بمراحل تانية يكون عنا نجرب نشتغل على قصة الرز، بس ما أكيد بهاي المنطقة بالتراف الويتلاند بالمناطق الرطبة، ما بالمناطق اللي بتضل عايمة مي 4 أو 5 أو 6 أو 7 أمتار. تاني سؤال، بس ما عارف إذا يعني كيف بدي أسألك أو إذا هتفهموا علي. اليوم 2,800,000 متر مربع، هن فينا نقول يعني زي ما هو مثل ما هي برايفت لاند، مزبوط. اذا زرعتوها قمح يمكن بتطلع مصاري، اذا زرعتوها شجر يمكن بتطلع مصاري، واليوم انتم مقررين تحافظوا عليها كرمال الوطن وما بتطلع قد ما لازم، وبدنا للدوله والدوله ما بتدعم. خبرني شو هيدي الخطوه وقديش هيدا اكيد مثل ما حكينا هي برايفت لاند، الاراضي كلها ملك لعائله سكاف. ف العائلة عندها يعني العائلة صار لها أكثر من 20 سنة بتشتغل بقصص البيئة، ما لنا شيء جديد يشتغلوا بقصة البيئة، وما عندنا NGO، ما عندنا شيء فاندز، كله برايفت انفستمنت من الفاميلي سكاف بينحط فيها للمنطقة لنحافظ عليها بالطريقة اللي شايفينها، ولنترك هالجرين كفر، ونترك يعني لنحافظ على الحياة البرية الموجودة فيها لعميق.
هلا بتحكيني اكيد اذا عم نجي بنحكي بالانكامز اكيد معك حق 100%. بس عم بقول لك عندهم العائله السكاف فاميلي عندها الاهداف الاوبجكتيفز الخاصه بالبيئه قبل كل شيء، حب الوطن بهالطريقه ابدا. ولا اقول لك شغله بلس على هيدي، ما كانت مساحه الويتلاند بعميق 1,800,000، عملوا عملنا اكستنشن عليها، لا عملنا اكستنشن لانه دير منظار الويتلاند في اراضي زراعيه، زدنا مساحات الويتلاند على اطرافها لحتى to prevent cross contamination بين الفيرتيلايزرز والاراضي الزراعيه على الويتلاند. فكمان ضفنا يعني خساره اكبر اذا عم نحكي بالانكمز ليحافظوا على البيئه بيت سكيف. بيوتيفول، رح نرجع. مش معقول مناظر، يعني عم تتخيلوا طلعوا عندنا اورانج فوق، ازرق بعدين، اخضر تحت، براون الارض، وهلا الشمس عم تطلع علينا شوي شوي. يعني لو كنا بالبحر عم تصيد كان بعد تقريبا ثلث ساعة نشوف الشمس ببيروت. حبيت انطوني انت جاي قبل؟ لا مش جاي قبل؟ اوكي انطوني مش جاي قبل. انطوني بس تقلك شيء هون، مثل ما كان عم بقول عبدالله من شوي، أنا بحس إنه هيدا من الأمثال الكتير قليلة وين إذا بدك منيح نقول إنه منيح هالأرض كانت مملوكة من عائلة، مش من نقول لا ما بدنا مش فهمت علي شو قصدي. مثل ما هي مملوكة من الدولة، كان اليوم كلها رجيل 100% كلها زبالة وما كان حدا مسألة. صح، فهيدا واحد من الأمثال الكتير قليل، ومهم الناس يعرفوا قدام هم هالإيكو سيستم الكتير كبير، لأنه نحن لما بنطلع هيك إيكو سيستم تقول على السريع أن هون النباتين اللي كتير موجودين إذا حدا بهمه يعرف هن تيفا وفراجميتيس، هول الأساس تبع هلا بعد شوي بنشوف بركي روزو بنشوفهم تيفا وفراجميتيس، هلا بنشوفهم بعد شوي. هن إذا بدك النباتين تبع المصنع، هون عم نشوف هول مثل قصب يعني فراجميتيس، وبعدين عم نشوف تيفا كانوا مبينين قبل بس كانوا مبينين العصافير وهيك. هلا هول كنبات بس عم بقول لك كان في أكثر من 120-130 نبتة، في كتير بعد علماء بيقطعوا لهون وبنتوقع نلاقي نباتات. أنا جيت من شي 6 أشهر عبد الله فتحنا وقتها، جينا مع علماء من هنغاريا عم بيدرسوا نبته بيعتقدوا انه بعدها موجوده هون وبلشت تنقرض من العالم. سو هيدا ايكو سيستم كثير مهم. ايكو سيستم يعني العصافير، يعني مثل ما كنا عم نشرح قبل الحيوانات وكل هول، ولازم نحافظ عليهم. ما بيقدروا يعيشوا هالنباتات وهالحيوانات كانوا ما فيهم يعيشوا بغابه ما فيها مي، هون بيعيشوا بس بهذا المطرح. وكثير مهم نعرف شغله، كتير إذا واحد بيجيب أولاده لهالمطرح بيعلمهم يقعدوا مطرح ويتفرجوا، يعملوا مثلا ينبشوا على العصافير بيرد واتشينج. العصافير الموجودة هون يعني كل عصفور أحلى من التاني، فهيك كمان فينا نعلم أولادنا على الطبيعة، ومهم نفرجيهم كل الإيكو سيستم. مش أوكي أكيد دايما نحن الأرزة منحبها الزابة رائعة، بس هيدا الإيكو سيستم لازم نتعرف عليه، ولازم مش هيدا ما يكون مثل ما أنت قلت راجيل وهيك، لازم يكون نجي على البايك نمشي نشوف نتعلم النخ نشوف بقلب هيدا المطرح يمكن في أكثر من 2000 حشرة أنواع، بواحد بده يطلع عليهم ويشوفهم. هيدي الفكرة الإيكو سيستم نحن موجودين فيها. يلي الناس ما عم بيقدر تحسه كمان هو الريحة اللي عم نشمها وعم نشوفها وعم نحس فيها من ثانية لثانية، كل فشخة في ريحة جديدة، كل فشخة في إكسبيرينس جديدة، في لون جديد، في صوت جديد. ما بتنترك دقيقة واحدة كروح ركتني وراك. رح نرجع أريير تنرجع نشوف غير مناظر وغير إشياء. المنظر كتير حلو ورا وعبالي عن جد مثل ما قلتكم عبالي ضل يعني اترك لايف فيد بلا ما نحكي. بس هتعرف هلأ على جوزيف، رح هتعرف بعد على كتير ناس، وكل واحد يخبرنا شوي عن شو فينا نشوف هون. طلع الصفير in the background، الماي تحتنا، قصب كتير diversity بتطلع طلع اللون طلعوا مالا تابلو.
Beautiful. جوزيف بونجور. بونجور. كيفك؟ بونجور أنتوني. كيفك؟ خبرني أنا... خبرني عنك ونحن وين؟ أنا اسمي جوزيف سكاف. I'm part owner of the wetlands. عمي in general. و yeah, we're a family that likes to, you know, تهتم بالبيئة, تهتم بال يعني نحنا our passion نحنا بالfamily إنه هي البيئة, هي كل شيء, خاصة إنه preservation لنعطي شيء لجيل جديد, لأنه في كذا قصة إنه يعني نحنا خايفين إنه تروح in the future of Lebanon and in the world, مش يعني بس لبنان, يعني هيدا الوتلاند ما بحس بتشوفه بقى ب بلبنان. These are the only remaining wetlands من يمات العثمانية نزع وهيك إنه يعني we have many interesting things بالوتلاند that happened يعني in the years, يعني لقوا مش من كتير زمان إنه في سمكة اسمها إنه سموها غارة عميق, which is the only fish in the world that and it lives only in عميق. ما في منا in the world just in عميق. وكمان يعني we have a lot of biodiversity, lot of species of butterflies, dragonflies, يعني many species of fish, many species of frog. Birds, أهم شيء البيردز, نحنا we have a lot of birds, migratory birds اللي بيجوا على هالوتلاند الحلوة, ويعني هلا حنشوف بيوتهم للبيردز, و this is one of the many things you can see بعمي. Thank you. Yeah. بسيعة استقبلكم وعيتك بكير. لا لا أنا بحب وعي بكير ما لنا مشكلة. عبد الله, انعمل كتاب او رح ينعمل شي مشروع اليوم العصافير اللي بتقطع, في حدا هون دايما بيصورهم بيهتم فيهم؟ عادة بوقتنا هيدا البيرد واتشينج هو ترند صار بالعالم, فأكيد عنا صار كتير خبرة بالطيور اللبنانية, وعنا خبرة بيجوا كتير من كل دول العالم, يعني عندهم تارجت وقت اللي بيوصلوا على الشرق الأوسط او على لبنان انه يعملوا فيزيت لعميق ولا يتفرجوا شو في حركة, أكيد بموسم هجرة الطيور بالأخص. هلا بالكتب انعمل كتاب منه من زمان بيحوي على 404 طيور معملهم انتيفيكيشن بلبنان, وأكيد بارت كبيرة من هالطيور مصورة بعميق وعادة بتمرق أو بتعبر عميق أو هي مستوطنة بعميق. هلا نحن من الأكتيفيتيز اللي كان مفترض نعملها السنة ونظرا للظروف ما عدنا عملناها, حنجرب السنة الجاية إذا الله راد بفترة هجرة الطيور إنه نعمل مثل يوم أو يومين أو ثلاثة ندعي هالإكسبير كلهم اللي بيهتموا بالطيور بلبنان, ندعيهم ليكون عندهم يعني نرجع نعمل هيك مثل كلاسيفيكيشن جديد, نشوف شو عم بيصير جديد, شو اللي عم بينعمل جديد. بلس هيدا اللي عم بحكي عنه فينا نشوف بيج على لعميق ويتلاند على الويب سايت ebird.org. هيدا الإبرد.org هو الويب سايت الرسمي اللي بيحكي عن الطيور بالعالم, ففي بيج لعميق يعني فيك تشوف هالإكسبير المحلفين اللي بيشتغلوا عادة بيهتموا بالطيور, فيك تشوفهم كل ما اجوا على عميق شو بينزلوا شو عم بيلاقوا مع الكاونتينج تبع الأعداد إذا في شيك لقلهم تلاقوا أو كلهم كبار أدلتس أو, فقدرين كمان على الإبرد.org نشوف كل شيء. هلأ كمان من قبل نعمل كتير دوكيومنتيشن عن عميق, عن الطيور بعميق, عن النباتات الموجودة أكيد مع أساميها مع الكلاسيفيكيشن تبعها مع كل شيء. نحن عم نمشي وعم بيضربوا إيدي بالطراف بتشوفوا ماي وين ما كان في رطوبة على كل الوراق. أخبر شغلي عن الفراجميتس لأنه حكي عنا مارك كمان. الفراجميتس وهيدا اللي بنسميه القصب هو من أهم النباتات ليعمل بوريفيكاسيون للمي, وقت اللي صارت مشكلة المصانع والتلوث وغيره والمياه المبتزلة, وقت اللي اقترحت مسرحة الريطاني على العالم تعمل برك وتزرع فيها الفراجميتس,
في كذا نوع منه للفراجميس لانه هو قادر يعمل بوريفيكاسيون كان للمي، فبوقت اقترحوا انه ينعمل برك وتنزرع فيها الفراجميس لحتى يخففوا شوي هالتلوث اللي كان عم بيصير من وراء المعامل ومن وراء البلديات من وراء السويج. صرنا الشمس بلشت توصل لعنا، الالوان بعدها عم بتصير احلى واحلى، والريفلكشن تبع المي والعصافير والرواد. نحن رح نكفي على الشمال. انطني هون اذا بدك على اليمين عم نشوف صفصاف. هيدا النوع الصفصاف الناس تفكر الصفصاف هو بس هيدا المستحية اللي بنشوفها بالبيت، هيدا اسمه سايلكس ألبا. سو هيدا هو الصفصاف اللي بيطلع حد المي. هلا هون يمكن مزروعين انا بنشوفهم الينيه، بس هيدا البلانت هي وبلانت ثاني اسمها فيليباندولا، هن مثلا يلي اعطونا الاسبرين مع الوقت. سو الاسبرين هو انتروت ماخوذ من الايكورس تبع هيدا الشتله وتحول لشيء اسمه اسيد ساليسيليك وبعدين صارت الاسبرين. هلا اكيد في نبته ثانيه بس انه هيدا الصفصاف اللي اعطانا هيدا الشيء كمان. شو الاكتيفيتيز عبد الله اللي واحد بيقدر يعملها عندكم؟ This year mainly كان عندنا الهايكينج نظرا بتعرف للكوفيد 19، فاقتصرت السنه بس على الهايكينج. بس من ضمن الاكتيفيتيز اللي احنا عاده بنعمل واللي كنا مفترض نعملها السنه عندنا الهايكينج، عندنا البايكينج، عندنا الهورس رايدينج. الصيد ممنوع؟ الصيد اكيد ممنوع، هلا دائما عندنا مشاكل بالصيد بتعرف انت بلبنان بالاخر، بقدر الامكان نحن عم نجرب نحمي المنطقه من الصياده ومن الصيد. اكيد بضل في قصص بتعرف استثنائيه او بضل فيها مشاكل، ايام بيصير مشاكل كثير، بس عم قادرين بالحدود ال 95% نحميها للمنطقه وللطيور والصيد. ما في ابدا مسيجه هون لنحكي لا مسيجه، في ناس لانه بينتقدونا انه سجوا الارض بتحموها، ما مسجين الارض لانه بعميق كمان في اكثر من ايكو سيستم والحيوانات بتنتقل. يعني فيك تشوف الجبال عندنا، فيك تشوف المزارع اللي بالجبال، فيك تشوف الاراضي الزراعيه، برك، مستنقعات، ينابيع مي، هودي بشكله اكثر من ايكو سيستم بعميق. فنحن مفترض نكون واصلين هالايكو سيستم ببعضهم. هلا ما فينا نوصلها الا بهاي الطريقه، او بده ينعمل بتضطر بالطرقات العامه بدك تعمل او تانلز تحت الارض او جسوره فوق الارض لتقدر تقطع الحيوانات، او بده يكون بوضع الحالي من هيك ما بتلاقي في فانسز ومنا مسكرينها للمنطقه، وافضل يكون في انترلينك بين كل الايكو سيستم الموجودين لحركه الحيوانات والنباتات فيهم. ضروري ناخذ لحظه صمت. Thank you.
مارك شيء رائع. في ناس بعدها بتشك انه لبنان احلى بلد بالعالم، وفي ناس بتفكر انه لبنان هو مدينه وزفت. قديش في اشياء مخبيه بلبنان، واتفقنا نحن صور رح نعمل برميد من هلا لشهر الجاي بمحلات الناس اكيد ما بتعرف انه موجوده. وفيني اقول لك انه انا اللي ببرم صار لي 8 سنين ما كنت اعرف في شيء هالقد حلو، ولا عم يحضرونا من برات لبنان ما بيعرفوا في شيء هالقد حلو. خبرنا عن لبنان اكثر. نحن هلا اليوم قلنا وين نحن، اوكي، لانه عميق معروفه ويتلاند هيك، عم نوعدهم انه رح ناخذهم على كثير مطارح يتفاجئوا انه نحن بلبنان، بس يمكن ما نسمي لانه بنخاف يبعون. يعني رح نروح قريبا انا وياك على مطرح في كارنيفورس بلانت بالطبيعه، رح نبقى نروح نشوف اوركيدز بلبنان، مثلا في اكثر من 50 نوع اوركيدز كمان، فرح نبرم. يعني لبنان هو هذا الشيء كثير حلو اللي انت دائما بتفرجيه، بس كمان في هالكوان كثير صغار لازم نحافظ عليهم قد ما بنقدر. هيك برجع بقول انه نحن اليوم بمطرح كثير استثنائي، يعني اللي عم نشوفه شغلة كتير مهمة. بعد شوي رح نفهم شغلة لما نبقى نروح على تعنايل، انه التعنايل كانت هيك، وتخيل انه كيف قدروا الرهبان يحولوا هيك شيء لأرض زراعية. ونحن اكيد نحن هلا بدنا انه هيدا تبقى هيك يعني، بس اذا بتطلع هون انطوني كل شيء فيك تتعلم منه. يعني مثلا هلا انا عم ببرم، هلا انا مش عم بركز معك لان شايف هونيك بلانت موف كتير حلوه مزهره، سو عمليا خليك انت بس بدي اصور لهم هذا المنظر ورجع بروح اشوف البلانت الموف. فكرت شفت لك شيء منقوشه؟ لا ما هيك بس ليك لعصافير عم تشوف ما بقدر بفرجه قدك. يا ريت عندي زوم، يا ريت عندي زوم. هو رح ناخذهم بالكاميرا نعملهم بالاديت اللي بعده. مش معقول شو رائع. البلانت الموف اللي عملت لك عادة، تعال فرجيني. لا ما هي عادية بس حلوة تشوفها مزهرة. قد ايه حلو تشوفها هيك مع الميات. شو حلو، عن جد شو حلو. كيف عم بتطير هون؟ مش مقبول، الواحد يعني لازم بس ما نحكي ونصور. فيك تقول لي هيك إذا بدك. قال الناس، قال انا لازم اكون كثير مبسوط اي هاف ذا تشانس اوف يو بينج وذ مي. هن مش عارفين انه انت تغيرت حياتك وقت ما صرت معك. لا ولا هلا انا عم بحضر نفسيا صار لي جمعه لما يسالوني هذا السؤال، بس انه انا صار لي كثير زمان مش متعلم من حدا هيك، فينا نقولها يعني كثير قصص هيك ديسكشنز. ما في منك، ما في منك، انا زيت الشيء. عم بترك ايدي ثابته شوي اذا عبالكم تعملوا برنت سكرين، لانه عن جد وول بيبرز. وين راح؟ جيت تخبرنا عنها. مش حطك، لا ما تستحي قرب. يلا جاي بس خبرني هيدي شو؟ لا لا هي اسمها ليتروم يعني، بس ليك عن جد جمالها هيك قد ايه حلوه، يعني اذا بتقرب عليها هيك بتشوفها ما في اذا هلا قد ايه بتبين، بس انه قد ايه حلوه تشوف هيك شيء هيك فجاه يكون قاطع كله. هلا ما لازم يكون في شيء مزهر ولا كيف مزهر، عرفت؟ يعني هذا الحلو فيها يعني. البلانتات اللي بيطلعوا هون كثير مهمين. يعني بتقول لك شغله، الويتلاندز هن مش بس انه ويتلاندز، هن كمان بدايه الغابه. يعني في كثير مطارح لو ما كان عندنا ويتلاندز، هلا اذا واحد هيك بيطلع عميق على الاخر بترجع بتشوف شجر بالاخر. سو شي نهار بنفرجيها على سكيل صغير. في بلانتات هن بدهم يعيشوا بالمي، يحضروا اذا بدك الايكو سيستمز لشوي شوي يطلع شجر، وبعدين من بعد الشجر كمان ترجع الغابه كلها. عم جرب اهرب انا، بس بدي اقول لك لو طبست فيهم كنت رجعت مشي. فهمت عليك عشان هيك عرفت. عبد الله اجمالا صار واحد بيقول مي مرقده، بيقول دبان، البرغش بيقول اللي هو. لهلا ما شفنا شيء، ما في شيء عم بيطير، يعني الجو كتير حلو. شو اللي بيعمل هيدي المنطقه هيك؟ اول شغله احكي خبرت بالاول انه المي هي ينابيع بتنبع من قلبها، يعني بتنبع من قلب المتحرك منا، مزبوط عم تتحرك. بلس عندنا الفلتريشن تبع هيدي سلسله الجبال كمان، كله بينزل هون، فهي مي او بوتابل عاده اللي بتغذي الويتلاند. ف
فبتصير استاغنونت ايه، بس ما بتلاقي، ما بتلاقي اول شيء ما عم تشم الريحه اللي عاده بتلاقيها وقت بتكون استاغنونت المي، لانه بعد في كميات هائله من المي واغلبيتها بتشربها الارض ما بترجع بتكب حالها بالنهر. ابدا المي اللي بتطلع على النهر، يعني احنا البروجي اللي عملناه علينا الليفل تبع المي 4 5 امتار ومن بعدها صارت تطلع المي، بس ديجان احنا حاصرين بحدود ال 5 ل 6 مليون متر مكعب وبنحصر بالشتاء وبالربيع مي. هيدي المي اللي عم تشوفها هلا اللي عم اللي حفظنا فيها اطول وقت على المي بهيدا البراج اللي عملناه كل السنه مبدئيا مثل ما شايف حطال كل السنه اذا الله راد، هيدا اللي حيساعدنا نعمل بروتكشن للطيور الموجوده ونخلق لهم هالكونديسيون فافورابل ليقدروا يعملوا بريدنج ولهال كمان البلانت الموجودين ليكفوا من سنه لسنه وما نخسر من هالبيوديفيرسيتي. اذا بكره بنجي نحن بالشتاء في عنا شيء غير اكسبيرينس رح نشوفه عنا غير معقول هون شيء محل يكون عم نشوف ابيض ثلج عم بتجمد شوي المي على البرد؟ اكيد نحن على ارتفاع 865 متر اكيد بينزل بكل سنه بينزل ثلج، هلا اكيد بكثافات مختلفه من سنه لسنه، بس في سنين وقت اللي بيجي فيها ثلج منيح بتوصل ايام 30 و35 سنتي بالمنطقه هون. هلا فينا نحكي شغله بالزياره على عميق، مش بس فينا نشوف الويتلاند، عندنا جبل كمان اكيد مارك بيعرف من اكثر الجبال اللي فيها كثافه اشجار وفيها تنوع بيولوجي كمان، هيدا ايه الجبل شايفينه قدامنا، فاضافه لثلاث ينابيع مي بينبعوا بينزلوا منه للجبل، فكمان المشوار على عميق ما بيقتصر على الويتلاند، في الجبل في الاراضي الزراعيه. اليوم كمان الاجري توريزم هو من القصص الكثير مهمه اللي صايره بلبنان، يعني بتشوف عم ينقلع على البطاطا عم ينحصد القمح كيف عم بيتعاملوا مع الاراضي الزراعيه بعميق. كمان اضافه بننزل على حوش عميق اللي هو مزرعه من اجمل المزارع الموجوده بلبنان، فيها خيل فيها مزارع للوز للبط للمعز الشاميه. كمان بالجبال فينا نشوف المعز البلدية. قول عنهم ان الشخص بيقدر يجي وانتو بتاخدوه على كل الاكسبيرينس. مبدئيا كتير ناس صارت هي تعرف عميق بتجي هي بتحب تمشي لحالها بعميق، الجروبات او الاشخاص الحابين يكون في معهم جايد كمان اكيد قادرين نأمن لهم جايد، وبيكون في جايد اكيد يشرح لهم عن كل هالقصص اللي قادر يشوفها. الدخولية هي 7000 على الشخص شيء ماكسيموم رمزي يعني هو دولار. نحن معمول الانترنس بتعرف لتقدر تعمل كنترول ومانجمنت على المدخل لما تقدر تفوت من كان بلاس بلاس بنعمل سيلكشن للعالم اللي بتفوت على عميق، سيلكشن باي طريقه بهمنا العالم اللي بتعرف شو جاي تعمل بعميق، اكل بيكنيك اكل بيكنيك ارجيله غيره يعني حتبرم، اذا بتبرم كلها هيدا التريل ما حتلاقي ولا بوبال للزباله. فعودنا العالم اللي بتجي لما تجيب معها شيء، ما في بوبال لما تجيب معك شيء وتكبه، ماكسيموم بيكون معك هالقنينة المي الصغيرة بتحطها بالسكة هدول اللي معك. علكة على الأرض ما شفت. أكيد. نحن هلا لايف على يوتيوب، ضروري ضروري تلاقونا لانه المناظر بتاخذ العقل. يلا اللينك تحت، باقيين بعد تقريبا شي نص ساعه لانه ما بينشبع من هذا المناظر. مين وايل ناطرين الشباب ورا، في وحده بتحب الكاميرا كثير. كول جيت بوقتك. هول البفلز اللي بيعملوا منهم الموزاريلا؟ ايه صح. وبتاخذوا منهم حليب او كلهم؟ انه هلا ما عم نعمل شيء بس انه سو هن هون بس هن هلا في شيء جايبهم هي يغوي وي دينت انتروديوس ذيم تو المنطقه. هي كانوا من زمان قبل البقر كان في بافلوز اوكي هو ما حدا بيعرفها بس
بس البافلوز they're very good for the wetland لأنه they're called cleaners of the wetland. They clean بيأكلوا كل شيء عشب ميت على الوتلاند وبيطلعوا بيأكلوا هو القصص. وكمان بلس يعني في قصص بيقولوا إنه بس عصفور بيبزق شيء seed of fruit or something else بيدعس عليها البافلو وستكبر شجرة. Hello, lady. اليوم ما عم ينزل بالماء فرصة اليوم ملا من خير. هلو سؤال كتير مهم. الناس بتفكر انه بلبنان ما عندنا حيوانات. وفيك ورا. وبلبنان ما عندنا diversity. واكتشفنا وفرجينا للكل انه سطلعنا على المتحف ب بيت قديش عندنا انواع. والناس كمان بتتفاجئ انه ما معقول عندنا بافالوز بلبنان. انا هولي يمكن لامريكا وبس. قديه عندنا حيوانات نقرد حتى كان عندنا دبب بلبنان مزبوط قديه كان عندنا حيوانات نقردات وقديش مهم نرجع نفوتهم يعني نحن وفات هلا اذا عم نحكي عالم لما بتقول حيوانات بفكروا عم نحكي عن الممل الثدييات يعني يلي هن هذا لهم حيوانات يلي مثلا مثل شو عرفنا الديب الواوي ابن قاوة وكل هول هم موجودين بعدهم لهلا بكثرة هلا في مطارح مثل بشوف صار عندهم اللينكس اجان في عندنا كثير حيوانات بس تنقول انه شو يعني حيوان يعني كمان حشرات يلي في ارقام كثير كبيره واهم شيء تيكون عندنا حيوانات ونحافظ على الغابات والمشكلة ان الغابات تكون متواصله يعني اذا احنا بنرجع بنوصل غاباتنا في كتير حيوانات بطلت عندنا بترجع فعندنا تقريبا بال 30 40 ماميفير بلبنان هول موجودين بكثره بتتفاجئ لما نروح على ابيات كمان فينا نشوف قد ما بدك ايكوراي بالطبيعه عندنا اياهم هو بلبنان بس لازم لنا غابات هيدا الفكره الايكو سيستمز بدنا نحافظ عليها ليكونوا موجودين حيوانات نحن طالما لايف في كومنتس عم تشف تنجاوبهم البيج بويز من استراليا عم بيقولوا انه ايه بس ما عندكم كونغورو قل لهم انه نحن ودينا كونغورو على استراليا اكيد 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 شو مفكر يعني كونغورو هي بلوش بلشت من لبنان وبعتناها على استراليا في عندنا بعد شغله مميزه بعميق اللي هي كلوار شجر الفراكسينيوس يس فما بعرف اذا كمان لازم هلا بجولتنا نشوفها مع انه لانه هيدا من اجمل الممرات اللي معقوله انا عامل حساب عبد الله كون معك نص ساعه بس لدرجه مبسوط انا والناس مبسوطين بعتقد سحبت القصه بعد شي ساعه نحن ما خلصنا على فكره عمي هلا شفنا الويت لاند ما شفنا شيء بعد اكيد مش قبل سالته هي احسن سيزون يجي عشان هون لازم عاده بيجي عمي يجوا قد ما فيهم بالربيع هلا هنا بيصلحوا لنا اكيد بس كرمال شوفوا الفلور والبلانت وشغله كثير مهمه واللي اهم شيء يجوا اللي بحبه موسم اذا بدك العصافير لما بيجي عصافير بيروح عصافير يقعدوا يعلموا اولادهم يعملوا بيرد واتشنج يتخبوا يصوروا العصافير بكاميرات حلوه وبعدين يروحوا على البيت جربوا يعملوا ايدنتيفيكيشن لشو هن كان عم بقول عبد الله صار في كتاب عن العصافير بلبنان انا وياك رح نعملهم زياره قريبا فنحكي عن كل عصافير والكتاب تبعهم هيك سوري قطشناكم منرجع نحن صرنا تقريبا 50 دقيقة دونك اللي عم بلاقينا هلأ وما حضر الأول ترجع تعمل لي هيك شوي overview عن المساحة عن الكبر عن introduction اللي بلشنا فيها أول ما جينا المساحة أكيد نحن بعمية بمصطنعات عمية المساحة هي مليونين و800 ألف متر مربع
أكيد شايفين من أغنى المناطق بلبنان بالمي. عميق كمان بتمتاز بأنه من الأخصب المناطق الأراضي الزراعية الموجودة بلبنان. عندنا بيوديفرسيتي منها طبيعية وكتير من المناطق القليلة والأكثر بيوديفرسيتي بالشرق الأوسط. النقطة الأهم نقاط بالشرق الأوسط كمان على حركة الطيور. عندنا مئات الأنواع من الطيور بتمرق بالسنة. عندنا أنواع عديدة من الزواحف، من الثدييات، من دراغون فلايز أو باتر فلايز كمان. وعندنا كمان ديفرسيتي كتير كبيرة بالبلانتس الموجودين عندنا. عندنا بحدود 122 نوع من النباتات اللي بنلاقيها بالمستنقع، من النباتات المنبثقة أو العائمة، أو فينا نشوف البافلوز نزلوا بقلب الماء. هلا البافلوز ليش وجودهم بمستنقعات عميق؟ البافلوز لأنه هن تاريخيا هن اللي كانوا موجودين، ما كانوا موجودين بالأساس نوع البقر، كان موجود البافلوز. البافلوز هلا موجود عادة بيعمل كلينلس للويتلاند. فبس ننزل البافلوز على الويتلاند، شو عنا بلانت درايد بقلب الويتلاند أو غيره بدنا ننظفها، البافلوز هن بينزلوا بينظفوهم. بكون عم نعمل هيك كلينلس بشكل طبيعي بدون ما نعمل انترودكشن لأي شيء ميكانيكي. على يعني خلينا نقولها هيك بطريقة مسحة، اليوم ساعة واحد بيقول ويتلاند بنعرف نحن فلومة صاب الموفمان، يعني لازم يكون تحته في اور موفينج ساند، لازم يكون تحته لدرجة طارئة انه الناس بتغرق. كيف هو طارئ او لا، وكيف البافلوز ما بتوحل وبتغرق وبت اول شيء البافلوز بيسبحوا بقلب الويتلاند، يعني حتى بيعمل دايفينج بقلب المي. بس بالنسبة للرمال المتحركة او شيء ما انا موجودة، لا ايضا ما انه مفهوم غلط، ما انه مزبوط، اكيد وحل اكيد فيه بالنهاية. شفت كميات المي وارضها تراب فحيتحول لوحل، بس ما انه رمال متحركة، فبتنزل بتغرق مثل ما عم تغرق بحي الله وحل وقادر ترجع تطلع. هلا نحن عادة بكل الاحوال ما بنخلي ينزل بالماء، يعني لا ينسبح ولا لغير شيء، لنحافظ اكثر ما انه خطرة او شيء، لنحافظ على هالحيوانات وهال، يعني هي مينلي للوايلد لايف، ما انه لا ينزل واحد يتسبح او هيك قصص. قديش بينعمل كتاب هون؟ يا ريت عندي وقت بس اجي اعطيكم سنة من حياتي. وحياة الله طلعوا كل زاوية فيها تابلو، كل محل في صورة انكريدبل. وتخيلوا انه نحن بس على بكره، كيف عشية، كيف سانست، كيف 12 الظهر، كيف شتى، شمس، شيء رائع. هلا اكيد انطوني كمان اللي عم نشوفه، هاي الطيور اللي عم نشوفها هي نحن منا بفترة الميجريشن تبعها، بس مثل ما حكينا لانه خلقنا لها هالكونديسيون فافورابل لتبقى، هيدي كلها بقيت وعملت بريدنج. يعني عندنا بحدود 16 نوع هلا بعدهم موجودين، هودي عاملين بريدنج بقلب عميق. بلس مثل ما حكيت لانواع ما بحياتها عملت بريدنج بلبنان، رجعت هلا بهيدا الفتره من بعد ما عملنا هيدا البروجي وخلانا الكونديسيون فافورابل رجعت عم تعمل بريدنج بلبنان. وبالنسبه كمان سالتني عن شو بنزرع وشو بنعمل، هيدا الشجر كله اللي عم تشوفه هيدا مزروع من 15 سنه ومن 14 سنه ومن 12 سنه. اكيد في عنا شجر قديم، بس دائما بنجرب نحافظ على البلانت اللي بيكونوا ناتيف للمنطقة وبنكترهم، نخليهم يكتروا ويصير ونزرع منهم. يعني من هيك بنشوف هيدا نوع الفراكسينيوس اللي صار كتير كتير قليل بلبنان، فنحن أكتر ناس عنا منه هيدا الفراكسينيوس، وكل سنة بنزرع شيء جديد منه. وحتى إذا أنت وماشي على الطريق العام اللي هي اليوم كيف ما حطيت صور حلوة أو نحط صور حلوة بتبين الطريق العام اللي عنا، هيدا كمان نحن زرعينه، هيدا البوبلر العجوان بالطريق، وكمان عم نكفيه ليصير كل عميق لتقطع عميق، يعني 8 كيلومتر الطريق العام بقلب عميق يصير كله من نفس نوع الشجر.
لطيف. تعال نفرجيك هيك نطلع على على الواطي شوي. شوف كيف هون هيك لقينا دغري حد بعدهم. سوري انا ما بحب اقطفهم بس تنفرجي. نوعين نعنع كومبليتلي مختلفين عن بعدهم. هون نعنع بره سو بنعرف دجا نوعين مختلفين من الزهره. هيدي الزهره ايتاج بتحس انه في عرفت كذا زهره، وهيدي مثل وحده. سو هول النوعين نعنع كنا هلا عم نطلع. كل ما بتطلع هيك على الواطي وبتمشي حدهم ونتواضع شوي نشوف انواع بلاوي. شمن انا مش عارف فيك تنقل النعنع. ما ريحته مش مثل النعنع على لا ما هيدا سيارة. في واحد هو اسمه مانتا بيوليجيوم والثاني مانتا اكواتيك، يعني هن منهم زيت الاستيشن. كثير ريحتهم حلوه. كيف ما بتطلع بتلاقي قصص هيك بنتعلم منها. يعني اللي شايفينه هون كان اريا صغيره ليعملوا ينعمل فيها البيرد واتشينج. فكان هيك بيت خشب كتير مرتب، فبالعواصف اللي اجت وبالهواء اللي اجى كتير قوي هيدا الشتويه وقع. هلا هيدا الصوت اللي عم نسمعه صوت الطير هو الكينج فيشر، طير من اجمل انواع الطيور. هيدا اذا انتبهتوا تتتتي هيك، فهيدا اسمه الكينج فيشر، كمان من الانواع اللي صارت دائما موجوده اللي هو الأجمل. هيدا كمان من ضمن التريلز فيك تعمل اللي ينعمل فيه بايكينج أو هايكينج. هون عادة بموسم الربيع بتكون المي قاطعة من هون، فهيدا البريدج الصغير اللي عاملينه لتقدر تقطع بفترة الربيع. هالقد بتعلى المي؟ أكيد أكيد بتعلى كتير، وكميات هائلة بتصير المي. واو impressive. مش معقول شو حلو. فهيدي القلات طولها تقريبا 2.8 كيلومتر، وهيك مثل ما شايفها هلا اكيد 2.8 كيلومتر فرد سحبه طول. فرد سحبه هيدي مثل كانه عم بتقص لبقع من ميل لميل. هودا وهون اذا فينا نطلع على ثاني ميل، هودي من الطيور اللي عم بيعملوا بريدنج. اللي بيعملوا بريدنج عم يقعدوا كل السنه صاروا بيعميه، عم يتكاثروا، عم يصير في منهم الالاف. واو
نحن بنص هالبقاع تقريبا، بقاع الغربي تقريبا بنص بين شتوه وبحيره العرعون على الطريق على كفرية. شو حلو. هيدا اكيد كله من الاشجار الجديده اللي عم نزرعها وكله مزروع السنه بلانتس جديد. شي روعه. هيدا اذا بنحكي شوي بس هيك رمارك صغيره، هيدا من اللي كان يصير خلال الفتره اللي كانت للبابليك المنطقه، فهيدي كنايه عن حريق. يعني كانت تفوت العالم بالقبل، كانت تفوت يجوا هالعيال يعملوا اللي كنا عم نحكي واللي منعينه حاليا، ومش صار لنا فتره كبيره، يجي يعمل باربيكيو هو وعائلته ينبسط، بس ينبسط ويخلص يكب الفحمات اللي بالمنقل ويعمل حاله ويفل، يصير هيدا اللي عم شايفينه بالشجر. هلا في عنا كتير شجر بنفس الشيء صاير فيها، هيدا للاسف دائما الانسان هو اكبر عدو للطبيعه. هيدي القليلة كانت فينا نعملها كمان بالبيسكليت، ولا أجمل من هيك مشوار بيكون الصبح أو عشية أو المساء. وأكيد بنرجع كمان بنعيد إنه بالربيع لتقريبيا أول تموز المي بتكون يعني ماشية، والمي على الجوانب على الميلين بتكون. مش معقول شو حلو. Amazing. شو أصحابنا؟ واو. مهذبين بزيحوا. منيح ما بينفضوا حالهم مثل الكلاب، كانوا طرطشونا ما تسمع. قدامه الليدر قدامه ماشي لحيهم. هني اكثر بينزلوا بهاي اللوكيشن، بينزلوا بالمي، فمن هيك تاخروا هونيك لنزلوا. لك الشمس كيف عامله مع الدخنه مع الغبره. اوكي هذا هابي دوغ بالحق. هيدا مارك، هيدا الكلب انتبه له كيف هو شكله. هيدا هيدا الظاهر انه خليفة ديب مع تزاوج ديب مع كلب. هلا هو بيساعد الراعي ليجمعهم، هي هلا هو عم يساعده الكلب للراعي. كنا رحنا ضحية البفلو، بس لأنه ما شافني، مش لأنه خطر، ما شافني في مش معقول هو بالغلط بصير. بيوتي رائع رائع رائع. رح نرجع ما عم بتخيل عم شوف شفت شيء اسود هالقد قطع من حدين، بس
ونكزني شوي بس انه صفاء بس هالقد يعني زمطنا. نحن عم نمشي، خلينا خبركم شو عن بروجرام اليوم. على الساعة 8 عنا ترويقة، بعد ساعة على الساعة 10 عنا ويتلاند تانية بس بطلت ويتلاند، سو الماي منها راحت يلي هي بتعنايل، فرح تشوفوا كمان مناظر بس بغير أسبكت، غير ألوان، غير طبيعة، غير شجر. وبعدين خليكن على الأربعة بعد الظهر عنا شيء كمان حلو، أتوليه بيعمل زيز تيرجع يرمم زيز بيروت أو الجلاس فاسادز تبع كنائس بيروت. فنهار كتير طويل، نهار كتير طويل، very exciting. يعني ما قدرت نام كتير قد ما كان راسي عم بفكر وقتش محمس على هالنهار. فخليكم معنا مثل ما قلنا 8 عم بحكي وقت بيروت، بعد ساعة واحدة تانية على الساعة 10، بعدين مبدئيا واحدة على الساعة 12 وواحدة على الساعة 4. هلأ رح نروح على next stop يلي هي مزرعة خيل. Are you ready؟ رح نكفي بزيت اللايف من هون من هالمناظر الحلوة على مزرعة خيل. رح أعطيكم هيك 3-4 minutes رواق تحسوا، وياريت فيكم تشموا الطبيعة اللي نحن فيها. شايف شيء؟ ما سنة ساعة نقول تيفا وهيك، أول مرة بشوفها عاملة هول عليهم، سو هيك طلع هيدا اللي عادة تان هيك تبعت؟ بقصوهم بحطوهم بالسالونات كذا، دائما بالبانتور بتشوفهم بالرسم هيك شفناها. هيدي التيفا يس، قلت هيك بنفرجيها يعني. وهلا كله الفراجميك سمعت كله صار ترند بزينة الأعراس كمان. أكيد ما شفناهم. إذا حدا قصهم بيجوا بيطلعوا دغري محله. إيه هيدا من النوع اللي كثيف جدا وبيتكاثر بشكل، هيدا بس تقصه بيتكاثر أكثر. لايك انفيزيف سبيشيز، سو ما في كثير خطر عليهم، بس إنه هيدا مطرحهم، إذا بنشلهم الإيكو سيستم تبعهم بيروحوا. يلا الناس تحمست على الأحصنة. يلا. فنحن ريدي تو جو. وبتعرف وكل العالم اللي عم تحضرنا اليوم بتعرف إنه مش معقول أنا أكون صارت الساعة 8 وبعد ما تروقت، فحالتي حالي. فنخلص نخلص الأحصنة ونخدهم نروقهم. أنا فكرت إنه صراحة جايب لنا شيء معك بالسيارة، إنه رود تريب وهيك. سألنا. أنا كنت قلت لهم أنت مطوع على بكرة ف لا سفا. سألنا يعني عرفت إنه كافي على الطريق، ماي، إنه شيء، عرفت كيف؟ يلا على 8 عندي سيربريز لإلك ترويقة غير شكل. لأنه العالم كل مرة بيقولوا لي أكيد عم تاكل أشياء طيبة، سواء أوقات ما بناكل حتى. بهدلتنا.
طولوا شعراتك يا كريم. رجع كريم. We are back. لسه لما شفتك جمعة عشت أيام. أكثر شوي. إيش؟ كيف عشت بلاية؟ ما شقت لك صراحة، كل يوم editing صوتك براسي عالي. ويتلاند يعني مستنقع؟ مستنقع يس. ويتلاند بالعربي مستنقع. هون يعني عرفت لأنه الويتلاندز نحنا بلبنان نعطيها كمان لعدة تسميات، يعني اتفاقية رمسر اللي بتحمي هول كمان بتحمي جزر النخيل يلي بركي رح نروح عليهم قريبا. فيها نحكي مثل ما هي، ليش منا محمية هون؟ لأنه هي بالقانون المحميات الطبيعية بلبنان لما الدولة بتعلن محمية بتصير ملك الدولة، وبتصير تابعة لوزارة البيئة. فهن بما انه عائله فيهم يعني بفضلوا انه الارض تضل لهم سو ما بتنعلن محميه. هلا القانون الجديد تبع المحميات صار اكثر شوي فلكسبل، يعني لما تعلنها محميه فيك ما تخسر الاونر شيب اوف ذا لاند، بس في عده طرق لتنحمى، يعني في عده تسميات. بس اجمالا بلبنان القانون اذا كنت ما بدك تخسر ملكك ما فيك تعلنه محميه تبعك. لو قانون غلط متفق عن الموضوع هاد زبط لاول مره من تقريبا 6 اشهر طلع القانون الجديد وصار في اكثر فلكسبيليتي بالموضوع. طيب هلا وين رايحين؟ قديش بعيد تنشوف هلا شو؟ هلا رايحين على حوش عميق، حنشوف هونيك الخيل والوز والبط. بعيد من هون حوالي دقيقتين بالسيارة. كمان مفتوحة للعالم؟ ايه كمان مفتوحة للعالم. كمان بنشوف هونيك المبنى القديم اللي هو حوش عميق، مبنى كتير قديم بال 1830-40 معمر، وحنشوف الطوال تبعه، الطوال انعمل ب تقريباً 1905-6 عملوا التليان بوقتها. فرجيكم هول اللي كنا عم نحكي عنهم قبل شوي، هيدا الكوريدور الطويل كتير حلو يلي كله شجر كمان هن زرعينه. اغلبية الصور اللي بتشوفون درون او من هون هن هيدا الكوريدور. بطلع معك؟ رح اطلع ورا. بطلع بالصندوق؟ صح. قبل ما تفوت رقم التليفون، في ناس حاسب ما سمعته قبل. 08 5 08 5 6 7 7 عربي 08-566-37 أو 03-601-740. أوكي؟ أكسلنت. يلا نحن معك. يا yeah. يعني إجت هيدي فول باكج طلعة بالبيك أب. حتى نصورك أنت والبيك أب وهيك نفرجيهم أنتوني بالبيك أب. هاي أنتوني. اهم شيء دخيلك ما تعتنهم. تلقط منيح. ما تعتنهم. مش على وقتي. انت قاعد ليسادون ونحن بالبيك اب. Not on my watch. سو خبرنا انتوني انت وين؟ نحن هلا بعميق، عميق ويتلاند يلي هي مصطنعات عميق بتشوفوها على الطريق هي الطريق العام، وانا اكيد اغلبيتكم ولا مره قرر يفوت او بيعرف شو في جوا. 2,800,000 متر مربع. Of impressive things. 280 هكتار هينا أكثر. 280 هكتار. Of impressive things. كل ما شايفين خضار 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 all around. أوكي أنتوني عم تصير تحب لبنان أكثر؟ ليه؟ لبنان ماشي هون. نحن هون. أنا بتذكر السنغال. الناس عم تسأل إذا شوب شليد. إيه في قلبي.
الماكسيموم. سطرت كريم. شو وضعك اليوم؟ شو هالمبنى؟ حلو ايه؟ ولا مرة تخيلت يكون في هيك شيء هون؟ واو اميزين. واو وصلنا عجانة صغيرة. هن زيت المباني بيشبهوا شوي مباني تبع سكك ترام. آه هو هيدا تعمر كله بايام الايام العثمانيين يعني بال 1830 ب 1840 فتقريبا ايه نفس ديزاين الحجر ونفس استام الحجر. هلا اللي بيميز هون عمي اذا بتنتبه هيدي بس تروح على الارياف بايطاليا حتلاقي نفس هيدا الكادر بتلاقيه محطوط على الواطي ونفس الطوال المحطوط بحوش عمي. طيب قبل ما نبلش هيدي ليش انعملت؟ هيدي شو هي؟ هيدي تاريخياً كانت مستودعات يحطوا فيها الإنتاج اللي بيطلع بالحقول وبالسولات يعني بيحطوا الحنطة الحمص العدس القمح وغيره بالإضافة لكانت كمان ريست أريا للحيوانات يعني اللي بيستعملوها يعني قبل ما كان في تراكتورات وغيره فكانت ريست أريا للحيوانات من الخيل للحيوانات الكبيرة اللي كانوا يستعملوها. اليوم الحيوانات اللي بدنا نشوفهم هن برايفت بس للعائلة. مزبوط. حنشوف الخيل عنا وز وبط كمان وعنا معزة شمية هلا من انهم كمان يطلعون لنشوف المعزة الشمية. هي كنا نبلش هيك شوي بالوز والبط هون. هودي اكيد هودي منون وايلد هودي نحن مربيينه فهيدا العادة بيعيش وما بيهرب وما بيطير. فينا نشوف نوعين من الوز واكثر من نوع من البط كمان. ها هولي بتربون تي ينعشوا هونيك نو هودي ما قالوا عليه هودي منون وايلد لكن عم نحكي بالمصطنعات بعميق كل شيء وايلد. اوكي ما حاطين شيء نحن حاطينه الا البافلوز اكيد حكينا لانه لتنظف شوي الويتلاند بس هودي اكثر من نوع من الوز للبط هودي حاطينهم ليتفرجوا علي العدد العالم اللي بتجي تتفرج عليهم بالاخص الاولاد. كثير بحب الوز كيف تمشي. صور بقى
نتفرج كمان على الخيل قدام. هولي خيل للسبق خيل هيدا الخيل اللي بيجي من كروازمون، هيدا بيسموه التركي العربي التركي، يعني هذا كروازمون بين نوعين خيل، هيدا من اجل افضل انواع الخيل حتى للسبق كمان. طيب تفلتون بال خلينا نسميها محمية؟ بهاي المنطقة بس. بس بالمنطقة. ايه بهاي المنطقة. يعني هيدي السيريا هونيك لقلون، وبهاي المنطقة كمان بيطلعوا عادة بزرعهم هول المنطقتين، فبيطلعوا بصيروا ياكلوا فيهم بالنهار. كلهم في ميل، واذا انتبهنا اغلبيتهم بعدهم بريجننت. ميرسي ماك. سوري بس انه بدي اقول لك انه هيدي اللي عم تعمله هلا خوفتهم وبعدتهم كلهم. بعتذر بس كنت عم نظف كرمال سيارتك. انت مش راجع معي. اوكي. سوري انطوني. كنت عم خبره انه هيدي السيره هي لل هون هي للفيميلز واغلبيتهم بعدهم بريجننت. هلا هيدا اللي شايفينه الصغير، هيدا الصغير هيدا عمره تقريبا 20 يوم هيدا، فالبيضه هونيك هي امه. هلا بعده ما بيقشع، لهلا بعده ما بيقشع، هلا على الريحه بيصير يلحق امه، على حركتها بيصير يلحق، ليصير عمره تقريبا 40 يوم بيرجع بيصير قادر يقشع ويمشي عادي. تربية الخيل هي باشن. اي باشن من ايام يعني باي جدي كان عندنا احسنه موستلي تركيش ان عربيك و ما بيستعملوا ولا شيء، هن اكثر باشن تبرم، يعني مثل واحد بيربي كلب بيربي حصان. نحن ما من يعني ما من ناخذهم على السبق وهيك، بس يعني من نحن بنجوزهم مع يعني ذا بيست هورسز بالبلد، يعني بناخذهم ليتجوزوا وبيجيبوا لنا اولاد من
هو اللي ربحوا بالسبق وهيك وهيك قصص. نعمل بار من جوا ونرجع. شو الفرق ما بين اثنين هيدا وهيدا؟ هيدا رجعنا هيك شوي رممناه واشتغلنا فيه، هيداك بعده لانه اثنيناتهم بزيت الوقت بالاحداث. ايه لا هيدا اقدم من هيداك، وهيداك احترق بالاحداث وبعد ما يعني ما صار في اعاده ترميم لانه هلا فينا نشوف المبنى من جوا قلبه للحوش كمان بيجي كله اناقي وعمار حلو كثير. اكيد هيدا كله بوكسات للخيل، اكيد كل حصان بيعرف ايها قوته بس بتطلعه بالفوطه. والفوطه هي هيدي المفاتيح تبع المانيداره تبعنا. شيء كثير حلو، تخيل هيك عسيان بيت صغير مش معقول. فيري نايس. خدش جست هاوس وناس تيجي تنام هون. ايه صح. عنا اوريدي شيء فوق بس بيوتيفل. بس عم خبركم this is my dream car. ايش نهار رح يكون عندي وحده مثل هاي. يقول حدا فينا كادو منه شيء اذا بدك نستحي انا بقول عنك. رجع بس نفرج عن شو عم نحكي. اذا حدا عم يحضرنا وحابب اي متى عيدك انت؟ جانفيه جانيوري. اوكي فكروا فيها دريم كار تبعه. هيك من كزدر يعني. هنشوف كمان مربيين هون نوع من المعزة اللي بيقولوا له المعزة الشامية. هلا عنا كثير أعداد من المعزة البلدية كمان، بس هون في عنا كمية قليلة من المعزة الشامية. هي بتختلف شوي بشكلها وبغزارة الإنتاج الحليب تبعها. يلي عم ينتبه انه راسها مدنقة. ايه مزبوط، راسها بيختلف، وجهها شكلها بيختلف عن المعزة البلدية اللي موجودة غير نوع حليب عادة بالجبال. لا تقريبيا نفس نوع الحليب، بيعطي غزارة اكتر بس منا ادابتد كتير على الجبال مثل المعزة البلدية اللي عندنا، من هيك حطينا بهيدي اللوكيشن. نحن رح نعمل برمة هيك صغيرة حوالي البيوت القديمة، حوالي أول بيت قطعنا عنه قطعة طريق سريعة، وبقلكن باي لأنه ناطرينا على الترويقة على الساعة 8 بنرجع نلتقى بعد نص ساعة نقلها رد. فمثل ما قلتلكن 8 خليكن عنا هم الترويقة. فبس هيك برمة حوالي البيت من برا، شوفوا الحجر القديم، المباني اللي اتعمرت من زمان يعني كان عندهم طريقة عمار كتير حلوة. قالوا لي انه في كلاب هونيك خليك هون. هيدا اقدم من هون شوي، شكله مثل الاجيره القديمه. اخر كلمه لك قبل ما نقول لهم باي. ثانك يو كثير، كان مشوار اكيد مشوار حلو برفقتكم. 93 دقيقه
وما زهقوا وحكينا وعبينا الوقت وبنقعد بنقعد الكل والكل بيحبوا الطبيعه انه حيكون في حلقه اكيد عن عميق كامله بالبيرفكت تايم اكيد بالربيع لانه حيكون شيء رائع جدا وبدي ارجع بالشتاء ضروري ضروري اكيد وبالشتاء كمان كثير حلوه كل سيزون وإلها هيك ميزاتها ورونقها عميق اكيد أكسن. وبعد في الجبل ما عملنا منه شيء اكيد بغير مره بحي نعمل يعني نسميها نحن بلغه الاكل ميزامبوش يعني هذه ابيتايزر يلا ثانك يو سو ماتش اي هوب يو انجويد ات نلتقى على الساعه 8 تنتروق ماركو كريم جيعوا انا لا كثير